فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس وبعض المصلين لا يريد الاقتراب منك أيها المصلي، فكلما اقتربت منه ابتعد، يقول فماذا أصنع مع مثل هذا؟ أنا أظنك تفحج، هو ما يبيك تفحج، هذا اللي يحصل، تؤذيه بهذا. أما لو أنك اقتربت منه الاقتراب الذي ليس فيه فحج ما أظنه ينفر منك، إلا إن كان فيك رائحة خبيثة أو شيء منفر ربما، ما أدري. نعم، لكن على كل حال إذا كان ما في مانع فلا يجوز له أن يبتعد، يكون عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم ومحدثا فرجة في الصف، لا يجوز له هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.